السلام عليكم الدراري، ما غادي نديرو ان شاء الله فيديو جديد. غادي نهضرو فيها على لي تريتمون اللي كاينين ديال لي زاسيد. ما غاديش دونك غادي تكون الفيديو تكون بحال هكا. غادي انا غادي نهضر يعني بلا ما نبين شي كتابه في الفيديو، يعني من الاحسن تكون هاز معاك شي حاجه باش تقيد لي زانفورماسيون اللي غادي نقول. دونك غادي نهضرو على لي تريتمون. نبداو بلي تريتمون. كاينين جوج ديال الانواع ديال لي تريتمون. كاين تريتمون دون لا ماس و تريتمون سوبرفيسيال. تريتمون دون لا ماس زعما كاين هذاك الشيء اللي غادي نديرو لهاديك لابيس غادي يوصلها حتى للداخل ديالها. كاين تريتمون سوبرفيسيال او بارسيال اللي هو تيكون هي من على برا، مثلا بحال هاد القرعه هادي مثلا غادي نتريتيوها غير من برا، ولا غادي نتريتيوها غير هاد لابارتي القداميه هنايا، هاد البلاصه هادي اللي غادي نتريتيوها. و تريتمون دون لا ماس غادي نوصلو لا ماس حتى للداخل، لو كور ديال لابيس غادي يوصل لها التريتمون ديالها. دونك هادو التريتمون، الفرق ما بين التريتمون دون لا ماس و التريتمون سوبرفيسيال او لا بارسيال. بالنسبه للتريتمون دون لا ماس كاينين عندنا، كاين اول حاجه كتكون هي لا ترون. لا ترون كتكون لا تمبيراتور دو شوف، يعني بحال بغيتي دير واحد التعريف ديال لا ترون وعلى شكل دي بوان، فهمتيني، افكار اساسيه ديال كل حاجه. بالنسبه لا ترون عندك لا تمبيراتور دو شوف كتكون او مينيموم 727 دوغري سيلسيوس. تمبيراتور باش انك تسخن هذيك لا بيس على الاقل 727 درجه سيلسيوس. هي ديك لا تمبيراتور دو ستينيزاسيون، ممكن تكون كي اقل درجه، كاين ما اكثر من، يعني يمكن توصل ل 900 دوغري سيلسيوس. بالنسبه لا ترون، لا ترون كتكون ريفرويديسمون، هذه الطريقه ديال السخونيه. ريفرويديسمون تيكون ان ريفرويديسمون رابيد، يعني سور بلاص كتجبد لا بيس من السخونيه كنحاولو نبردو، كنبردوها بالزربه. كيفاش غادي نبردوها بالزربه؟ كاين ثلاثه ديال يمكن ثلاثة، كاين عندك اما تبردها في واحد الغاز اولا في الماء اولا في شي زيت، هادو الطرق اولا في الهواء. يعني هي اون فوا انك كتجبدها من الفوق ب 800 دوغري سيلسيوس وتخرجها للهواء راه كتطرومب حيت كتبرد بالزربه، يعني كيكون الفرق. دونك لا ترومب شنو كدير لينا؟ لا ترومب كتطلع لينا كتولي بلو دور اي اوغمونت لا دورتي. لا ترومب يل اوغمونت لا دورتي، كتطلع لنا لا دورتي كتولي قاصحه، كتولي فراجيل، يعني يمكن دغيا تهرس كيف ما انها هي قاصحه يمكن لها دغيا تهرس. هادشي بالنسبه لا ترومب. شي حاجه واحده اخرى عاوتاني كاينه في لا ترومب، نعاودو نريزيميو لا ترومب. Refroidissement température de chauffe entre au minimum 727 degrés Celsius. Le refroidissement du corps, un refroidissement rapide, il y a flore, ou le flair, ou le chi gaz, ou le fluide, l'huile, le wazir. Je nous ai donné les caractéristiques de la trompe, augmenter la dureté, que je voulais casser, ou que je voulais fragile. Elle dit la trompe. ندوزو لتاني حاجة اللي هي في تخيطمون ديال لاماس. تاني حاجة كدار دايما هادي مور لا ترومب، ميمكنش نديروها بلا لا ترومب، كتكون مور لا ترومب كيتسمى الغوفوني. الغوفوني شناهو؟ مثلا هاديك لابيس كتولي قاصحة بزاف، دونك كنبغيو نقصو ليها من هاديك القصوحية ديالها باش متبقاش قاصحة بزاف. دونك شنو كنديرو ليها؟ كتكون لا تومبيغاتيغ دو شوف كنعاودو نسخنوها، ولكن كتكون ما بين 200 و 600 اونتخ 200 دوغري سيلسيوس اي 600 دوغري سيلسيوس، و تيكون هادشي بالنسبة للسخونية. باش غادي نبردو هاديك لابيس اللي كندير لها في الغوفوني نبردوها بشويه ان ريفرويديسمون، ماشي غادي نشدو غادي نديروها في واحد لو فور وغادي نبقاو نقصو لها شويه بشويه. مثلا فهي 500 تبقى 500 400 300 بشويه حتى توصل لا تمبيراتور ديالها. شنو كيطرا لها؟ كنحيدو لي طونسيون انترن ديال دابا لا ترومب، بحال اللي كن هاد لابيس مكتبقاش فيها واحد لي طونسيون بزاف، يعني متبقاش فراجيل بزاف ولا داكشي. علاش كنديرو لها الغوفوني؟ Éliminer les tensions internes. Alors, en tant que une définition de revenu. Le revenu, la température de chauffe entre 200 et 600 degrés Celsius, le refroidissement lent dans un four, les caractéristiques et les caractéristiques amédiales chnouki ou les faits de la pièce, éliminer les tensions internes. Et disponible le revenu. Quel est le moral recuit? Le recuit fait bzaf anwa. Le recuit chnao. اولا لو ريفرويديس لا تمبيراتور دو شوف كتفوت هذيك مثلا ديال لا ترومب. مثلا لا ترومب كانت 700 الركوي تيكون 800 900 الركوي تيكون تنسخنو اكثر من لا ترومب وكنبردوها بشويه ريفرويديسمون لون و لا تمبيراتور دو شوف سوبيريور ا سيل دو لا ترومب.
تاني حاجه شنو كدير هي علاش كنديروا الغوكوي باش كنحيدوا لا ترومب. هذيك الترومب لا بيس دابا قبل ما نديروا لها لا ترومب كانت عاديه لان لا ترومب ولات قاصحه. فاش كنديروا لو غوكوي كنردوا لا بيس كيف ما كانت النهار الاول. دابا نشوف الانواع ديال الغوكوي. انا نهضروا على اربعه ديال الانواع ديال الغوكوي. كاين غوكوي دادوسيسمون، غوكوي دو ريجينيراسيون، غوكوي دو ستابيليزاسيون، و غوكوي دو نورماليزاسيون. غوكوي دادوسيسمون علاش كيصلح؟ كنديرو باش كان مثلا عندنا واحد لابيس بغينا نعاودو نوزينيرو ياك بحال اللي كنشدو الحديد كنا دايرين ليه لا طخون بغينا نعاودو نرطبو باش نعاودو نديرو ليه ليزيناج. كنديرو غوكوي دادوسيسمون، غوكوي عندنا دو نورماليزاسيون ياك. ان غوكوي دو نورماليزاسيون علاش كنديرو؟ كنديرو مثلا خدمنا واحد بزاف ديال لي بيس فواحد لا سيري ياك، عندنا مثلا 1000 بياسة، بغينا هادوك لي بياس خص تكون عندهم لي ميم كاركتيريستيك لي كي لا نفس لا ديغتي لي كاينة هنا تكون في هادي تكون في هادي تكون في هادي. دونك شنو كنديرو ليهم؟ كنشدو هادوك لي بياس و كنعاودو نديرو ليهم هادوك الغوكوي باش كاملين كتولي عندهم نفس القصوحية و نفس كلشي. بالنسبة للغوكوي كنحيدو هادوك القصوحية لي كان، ممكن نعاودو نردو لهم كاملين لي ميم كاركتيريستيك لي كاينة في هادي كاينة في هادي. هذا بغوكوي دو نورماليزاسيون. باقي لنا غوكوي دو ستابيليزاسيون و غوكوي دو ريجينيراسيون. غوكوي دو ستابيليزاسيون علاش كنديروه؟ كنديروه لي بيس مولي. مثلا شدينا واحد لا بيس دوبناها و درناها في المول بيس مولي، شنو طرا لها ديك لا بيس؟ ديجا فاش كنا سخناها راه حتى دابت وصلات وقيلا لميل دوغري سيلسيوس، دابت يعني راه سخونة و بردناها بالزربة راه تترومبات. دونك باش نردوها عادي و نحيدو لها ديك لا تخوم كندير لها ان غوكوي دو ريجينيراسيون، غوكوي دو ستابيليزاسيون، غوكوي دو ستابيليزاسيون كي دار لي بيس مولي. Un recul de stabilisation destiné pour les pièces moulées. On a d'abord un recul de régénération. Recul de régénération. Qu'est-ce qu'on dit? Les pièces chauffées au cours de forgeage. Et du coup, quand on dit forgeage, on va dans la pièce, on va le four, on va le bzaf. و كان هي باش كتولي ماليابل، يعني كتولي فيها واحد الليونه باش نقدروا نعوجوها. دونك هذا هو هادو هما الانواع ديال لي غوكوي اللي كاينين. هادشي دابا اللي هضرنا عليه بالنسبه للتريتمون لي تريتمون تيرميك دون لا ماس.